أهلين يا جماعة، أنا ليلى المعينة، خبيرة تنمية الذات، أساعد الناس كيف يوصلوا لأهدافهم الإيجابية. وبما أنه إحنا في موضوع الأهداف، خليني أقول لكم 4 طرق أساسية للواحد أنه يوصل لأهدافه بالطريقة الصحيحة. أول شيء، للناس اللي ما يعرفوا إيش هي أصلاً أهدافهم، اقعدوا مع نفسكم لمدة ساعة حتى ويكتبوا الحاجات اللي هي بتعطيكم نوع من الشغف، نوع من الحماس، نوع من الإثارة، لأنه عادة حتلاقوا الأهداف الأساسية في حياتكم هي من ضمن هذه الحاجات. الشيء الثاني، احصروا نفسكم بالناس الإيجابيين. ليش؟ لأنه الناس الإيجابيين حيعطوكم الطاقة عشان تستمروا. والشيء الثالث اللي هو جدا مهم، اللي هو الالتزام، لأنه عادة تلاقوا ناس كتار في طريقهم للنجاح يوقفوا في النص. ليش؟ لأنه نوع من الطاقة وقفت عندهم. فحاولوا قدر الإمكان أنكم تثقوا في نفسكم وتلتزموا بهذا الستب المهم. ورابع شيء، الذهن والعقل. خليكم دائماً تفكروا بالحاجات الإيجابية، لأنه الحاجات الإيجابية هي اللي حتفتح لكم الأبواب والأهداف اللي هي أحلى وأحلى. وإن شاء الله هذه التفات ساعدتكم، ونشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.